وينفريد دارمون المدرب العام لفريق دريمز الغاني بمناسبة لقاءه أمس مع نادي الزمالك والتعادل السلبي في استاد القاهرة. يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. It's always my pleasure. دوما ما أكون سعيد لتواجدي معكم. مباراة كبيرة قدمتوها قدام نادي الزمالك امبارح، خروج بتعادل سلبي أمام فريق كبير زي الزمالك وعلى استاد القاهرة الدولي، بالتأكيد بتعتبروه مكسب ونتيجة إيجابية. نعم كانت نتيجة إيجابية جدا بالنسبة لنا. نعم حلفكم التوفيق في مباراة الأمس رغم أن أنتم حاولتوا دفاعيا كثيرا، ولكن الزمالك أضاع أكثر من فرصة، وحاولتوا على فترات أنكم توصلوا لمرمى الزمالك ولكن بشكل فيه كثير من الصعوبات. هل المباراة بالنسبة لكم شايفينها أمس انتهت بهذه النتيجة لحسن حظكم ولا لطريقة لعب أو أداء أو حتى أداء أقل من نادي الزمالك؟ في البداية لا أعتقد أننا كنا محظوظون، ولكن أقول أننا أن في عرف كرة القدم فمن الناحية الفنية يجب عليك أن تكون جاهزا باستمرار، ويجب أن تكون مستعدا، ويجب أن يكون لديك خطط مختلفة، خطة ألف، خطة باء، خطة جيم، وفريقي كان مستعدا. وبالنسبة لما قدمناه، قد اتسم اللعب بالحركية اللازمة طوال المباراة ولم يكن الوقت متأخرا، استطعنا أن نصل ولكن لم أكن متأكدا من عدد الفرص التي سيبذلها الفريق ليصل لمرمى الزمالك، ولكن لعبنا بضغط عالي أحيانا وضغط منخفض أحيانا، ولكن كان لدينا حارس موفق وكان لدينا دفاع موفق، فاللعب أمام الزمالك يتطلب صعوبة كبيرة للخروج بهذه النتيجة لأن كان جزءا من استراتيجياتنا في هذه المباراة هو الضغط، وأن نصل بفريق الزمالك لهذه النتيجة، نتيجة التعادل، كنا نهدف لذلك، وأن نضع الضغط على فريق الزمالك حتى مباراة العودة، وأن نتأكد لأكثر من مرة أن الفريق لن يصل لمرمانا، وهذه كانت تعليمات الكوتش، وكان واضحا في كلامي مع اللاعبين، لأن الزمالك هو نادي كبير على مستوى كرة القدم، ولكن كرة القدم هي 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، ويجب عليكم أن تتأكدوا أن هذه اللحظات لن تتكرر، فهذا ما قاله المدير الفني للاعبين.